بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله روتيني يومي في الباديه. شوفوا عندنا عجنه، احنا دابا كنطيبوا خبيزه كتجي رائعه. البنات هاد الخبز في الفراح، قردنا البقوله هي كطيب حتى هي على العود. واحد البقوله ما تشبعوش منها يا البنات، رائعة. واحد البقولة كتحمق، والبنات واحد البقولة كتحمق على العواد فنة. من بعد مشينا نشطبو، حاشاكم الحوالة، جينا كنشطبو. هانتوما كتشوفو شطبنا كل وحدة شنو كدير. المهم هاد فصل الربيع غير البادية كيحمق داكشي، فيها الخضورية، فيها كلشي، فيها اللوز، داير داك الفريك، عرفتي، رائع داكشي كيحمق. ايوا البنات قلت لكم كل وحده شنو كدير. كنوضو الصباح كنفطرو كل واحد شنو كنوضو كنفطرو كل وحده شنو كدير البنات. مهم الجو رائع رائع، عرفتي، ما كتحسي بعيا، كتحسي براسك كيضرك حتى شي حاجه، كلشي طبيعي تمايا، الماء طبيعي، كلشي كلشي. راه غير العين اللي ما صورتها لكمش البنات، ما بقاليش لي سباس في التليفون. احنا كنتعاونوا على هذا الزريبه، حاشاكم. احنا شوف شوف كننقيوها كنشطبوها. مهم كيدوز النهار غزال، ما كتحسي بنعاس، ما كتحسي بعيا، ما كتحسي حتى بحاجه، كلشي طبيعي. والشميشه والربيع عرفتي فنا، والدراري لعبوا شبعوا لعب. المهم تارينا الحمد لله، ما سخيناش نجيو، داكشي رائع كيحمق. ايوا البنات هكذا كيدوز النهار ديالهم. هيا تشطات بهاد العواد كيجمعوا بيها، كيشطبو بيها برا الزنقه. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. خاص الوقت يكون عندك الوقت، تمشي تساري بزاف د البلايص كاينين تما، في كاين ميتشاف فيهم، وليني خصك الوقت. ايوا صافي هادشي هكذا كيدوز نهارنا البنات. الوليدات كيلعبو، هما كيقولك هزيني، ما كيقولك حطيني، ما كيبكي، ما والو، تما واحد الدويحه كيدوحو فيها يقيلو كيلعبو وصافي. هذاك اللي كيبان رجيلاتو راه هو امين. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ها حنا جمعنا هادشي صافي، غنشطو ونساليو، حنا داينو نلوحوه. حاشاكم البنات، وليني الجو رائع البنات، رائع رائع رائع. ايوا صافي سالينا تشطاب. هذا واحد الخريف كيرضع الحليب، ولدي محنو مسكين، محنو وليدي تابع هذاك غادي ولدو تابعو. ها هو ولادي محنين ومسكين، الله يسمح لنا منو. صافي هما الحواله دابا جاوا يدخلوا الزريبه ديالهم. ايوا صافي هكذا داز نهارنا. ها ولدي الاخر غيتبع عاوتاني يشد واحد الخريف من رجلو، ها محنهم الله يسمح لنا منهم مساكن. ايوا صافي هكذا كيدوز النهار ديالنا في الباديه، ورائع داكشي، وما سخيناش نجيو، والجو غزال وطبيعي، وكلشي زوين، كلشي الماكله كتاكليها نقيه وطبيعيه. ايوا حتى حاجه ما كتلاح، حتى حاجه ما كتضيع في العروبيه. ما الحواله كياكلوا القشور ديال التفاح والليمون. المهم داكشي غزال غزال. دابا نديرو شويه ديال الطبيعه،
ساريكم شوية في الطبيعة بتاني، راهم واحد شوية الحوالة راهم فينا هما اللي كيبانو لكم، وبصحتكم وراحتكم. كنتمنى يعجبكم هاد لا فيديو، غنوريكم واحد بركة كيكونوا فيها البط، ولكن دابا ما كانوش، كانوا خارجين كيتشمشوا حيتاش البرد. مرة أخرى إن شاء الله إذا مشيت لقيتهم غنصورهم لكم. هي هذه البركة، يو صافي مول وليد سكيلابو. هادي واحد البنيته خدوجة سميتها خديجة، واحد البنيته فنا واحد الدريوشة منها. يو صافي هكدا كندوزو البنات نهارنا. هنا كنا ماشيين نجيبو البقولة من واحد البلاصة، هذا عاوتاني واحد صاريش كبير كيعمره كيطلقوه باش كيسقيو الخضرة اللي دايرين. تبارك الله الماء موجود، الربيع، الطبيعة، كل شيء موجود. شوفوا الماء صافي، البنات كيحمق من الأوينة هادي بالليل فاش كي الليل. هادي صورتها من السطح، أضواء ديال الفيلاج رائع، هاد الفيلاج كيحمق وقريب وزوين. كنتمنى يعجبكم لا فيديو البنات. انتهت العطلة.